اشو سمره بنتي شو كذا تعور شو وليدات المشاهدين شوفوا انا مشاريكم معنا وليداتي بدوبي برج خليفه برج خليفه احنا جينا عند شوميشه انا كنشوفها ديما قد تعجبني والله إلا كانت تعجبني زيد تشاهد شوميشه تنتفرج فيها مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ان شاء الله اليوم راحنا ايوا كما كتشوفوا المشاهدين حنا اوفاس مع برج خليفه في مطعم شوميشه جينا اليوم نتعشاو حنا فرحانين بهذا الحمد لله يا ربي والله الا فرحانين سعد تفتح شفت رايها في الليل اليوم تحيه ولكن بالليل يعني منظر مباشرة غنوريكم شوميشه هذا المطعم ديالها ها انت وليداتي شوفوا هذه كيدير هاد الدنيا شوميشه ما شاء الله يا ربي كادو واخا هادشي كادو ها هادشي ناضي هادشي كادو واخا بلا هادشي شوف ما شاء الله يا سلام يا سلام الله العظيم لا الامارات برج خليفه ما تشوف برج خليفه احنا فيه يلا تفضل تفضل معنا هنا وين هي الطبلة ديالك؟ هي ديال الوالد يلاه تفضل الوالد تفضلي الوالدة تفضلي ما تحشميش الدار دارك دار دارك الوالدة ايوا حنا وليداتي مبرعين حنا برا دابا مازال ما دخلنا للمطعم ده هادي راه غير جلسه برا جبنا ولدي بار طاب اللي غنشوفو بيها هاي البار طاب جابك الوالد انا خصني البسطيله بسطيله ديال الحوت الوالد جيب لي ايش اخويا شميتها يا ولدي على ريحه اغلب يدنا خدامين هنا مغاربه يونس ها بصراحه شتي ما كتشوف اخويا مغاربه شي ما مشاو دايرين بلاصتهم الاناقه وشوف الجلسه كي دايره معتبره وشوف هذه الاجواء هذه اون فاس شوف هذه الاجواء اخويا الرائعه كيفاش دايره شوفوا مشاهدينا الكرام شوفوا شوف 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 الاجواء اجواء رائعه عندك ما شاء الله انواع الرهله واعر ما شاء الله تتحدث الاكل المغربيه الوالد كيت السلام عليكم لاباس ولدي جديد عليك احنا جينا عند ولاد البلاد ضروري في الطريق احنا مطعم وليدتي كي جاي الله العظيم بالله لينا الشرف كل لقيناها هنا نشوفوا الشا انا كنتفرج فيها ديالي كنتفرج فيها هذا الله العظيم عجبني بزاف انت مبقى مغربي انا ها انت مبقى مغربي اييه هذا الطيفور تنقولوا هذا الطيفور ديال النحاس كل ما هو مغربي كاين السلام عليكم ما كنفتخر بلادنا انا كنتفرج طلعي معنا في فيديو طلعي كي دايره بخير صح لاباس هانيه كلشي بخير ياك عجبتكم الماكله مازال هذا انت الشاب هذا انت الشاب الله يبارك فيك الله يطول عمرك بارك الله فيك شكرا 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 على حسن الضيافه الله يحفظك فاش ولا يمكناش شكون انت انا يا من سيدي حجاج الله العظيم باش دخلنا هنا حسينا في راسنا بحال رحنا في المغرب دابا تقريبا تقريبا دابا حنا راه شي شهر وحنايا هنايا جايين كونجي فهمتي اول مره جيتو عندنا اول مره والله اول مره كنت والله اول مره الله يحفظك لا الله يحفظك الله يطول عمرك الله يطول عمرك تبارك الله عليك خويا الله العظيم جينا عاد الله العظيم الله العظيم والله العظيم الا حسينا بحال راه حنا في المغرب مرحبا غدا تيكون كسكسو
حنا كنا عوانين نجيو نتغداو كنا كنا اليوم العالمي تكسو اكل حتى الجوع ان شاء الله ان شاء الله تجيو غداو ان شاء الله وعاودوا تروحوا عندنا الفطور النهائي الحمد لله الخليع وكذا خليع فاتي داكشي معتبر ما شاء الله كلشي عندنا كلشي من المغرب والله العظيم شوف كلشي جاي عندنا من المغرب الحمد لله والله العظيم الوالده والوالد عندي تيحماقوا على شوميشه من شحال هذه ماشي ملي كانت عندها البرنامج وكانوا تيتابعوا ان شاء الله قالك ان شاء الله علاش شوف حاولوا تلقاو ان شاء الله تصوروا معاها وتسمعوا عليها راسي الناس هي كتحب الناس ديالها هذه كي دايره بخير هذه اختي ربي يخليك يوز بارك الله هذه متابعه كي داير بخير الله يعطيك الرضا بارك الله فيك بخير لاباس عليكم الله يحفظك مرحبا بكم الله يحفظك اختي بارك الله فيك الله يطول عمرك الله يطول عمرك الله يطول عمرك داك الشيء معتبر داك الشيء معتبر يا سلام تفضلي هنا ديالك هادي عزيزي شوفوا حنا فاتي هذا نمشيو شهر اييه كتاب انتو تشوفوه دبي برج خليفه برج خليفه ها اوكي ها هو مزيان تفضلوا يلا بسم الله بسم الله بسم الله طابلت اخويا الميني نعطيو الوليد نعطيو الوليد ان شاء الله والله يختار مع الميني دابا الوليد شنو تاكل الوليد شنو تاكل اليوم الوليد ايوا انا بغيت ولدي الماكله البلديه ديالنا احنا ديالنا اه انا اختي هي الاولى الوليد ها ضربتي زلافه الحريره هي اللي ولا لا انا بغيت زلافه الحريره هي اللي بغيت نعم الوالد راه بغى يجي حتى الغدا نهار الجمعه باش ياكل باش ياكل كسكسو سولناهم قال لك هما كسكسو عندهم يوميا هنا يوميا قالها يوميا كيديروا كسكسو باش يلا مزيان ايوا هي امك راه بغات تاكل الطعام هي لا ما ناكلش طعام الليل في الليل النهار دابا نرجع النهار دابا نرجع يا ربي دابا نرجع ان شاء الله دابا انا غنطلب بسطيله واش كاينه غير في البسطيله كي دايره واش البسطيله تكون عندك الصغيره الصغار اه صافي جيبي شويه البسطيله واحد جوج ولا ثلاثه لا تبارك عليا يا تفضل سيدي والله العظيم الا نهار كبير هذا يعني جينا لقينا بحال رحنا في المغرب والله العظيم المغرب فين ما مشى مسجل الحضور ديالو تبارك الله على المغاربه دائما الله الوطن الملك الله ينصر ملكنا الله يخلي لنا بلادنا امين وكذلك كذلك حتى الشعب الاماراتي الله الملك حتى هما ما شاء الله عليهم واحد الشعب مضياف الله يكرمك مازال بزاف ديال المفاجآت اخوتي مور العشاء دابا راه كيتونا غادي الدوماندي العشاء يعني مور هذا الفيديو غتستمتعوا بزاف يعني غنمشي لواحد البلايص كنت كنشوفها انا غير في التلفازه او في اليوتيوب غنشاركوها معكم ان شاء الله في القناه ديال مربع دجاج كوت عندك هادو التريوس عندك فيها وحده ديال الصومو وحده ديال الدجاج وحده ديال الحوت ديال الحوت باش لبغيتي كل وحده بوحدها كاينه كل وحده بوحدها المهم زيدين ثلاثه قال لك فيها ديال الدجاج فيها ديال الحوت الصومو تتحطو في طبسين واحد ولا تختار غير حاجه تاكل حاجه وحده اه لا جات ليا لا هي اشنو اللي كيعجبك هي كاين طبسين فيه ثلاثه اشنو اللي كيعجبك تبغي تذوقهم كاملين معنا اولا تاخذ عي وحده من الشكل كاملين كاملين الله يذوقهم كاملين تريوس صافي الوالد عندي موحش لماكلات المغرب بارك الله فيك الله يخطيك الوالده شنو تاكل انت الوالده الدجاج بالتغميره كاين عندكم حتى الدجاج بالتغميره الدجاج بالزيتون كاين عندنا واحد الكتف كيطيب في الفران كيطيب في علم اللحم الحمراء ملاجي حنا كناكلو كل نهار تبيعها نهار والله راك عارف الناس الامارات ياكلوا الدجاج بالزيتون الدجاج بالزيتون انا كنت بسطيله كنت بسطيله تريوس بسطيله انا كنت تريوس دونك جوج تريوس انا جبت تريوس دونك ثلاثه تريوس اه ثلاثه شكون اللي بقى ناديه الكتف ديال الفران ديال الكتف راه غيكون ديال تعاود هذيك كامل مشاهدينا الكرام الفريق عندي تلف ما عرف شنو ياكل مع موحشين لماكلات المغرب مرحبا كاين فريت شنو اوردر فريت شنو الحريره قولوا اللي بغيتوا هذا النهار هذا بغيتي بسطيله ديال الدجاج ولا ديال الفرش ولا اش زيد وحده بسطيله ديال الدجاج وحده بسطيله دجاج تريو هذا
لا هي بغات لي ديال تريو شنو فيه تريو تريوس فيها بسطيله ديال الدجاج بسطيله ديال الحوت وبسطيله بالصومون ولي زيبيناغ افيك اون صوص وبارميزان حتى هي بغات والله الواليده ما يمكنش عندي في التوتال دابا 5 ياك 5 1 2 3 4 5 ياس ياك دابا غتاكلوا كلكم بسطيله كلكم واحدين هاد البسطيله هو المس بنتي هو المس والماس 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 الدراري والبنات اللي خدامين هنا من المغرب اغلبيتهم مغاربه تبارك الله عليكم والله العظيم الى هذا شرف والله العظيم تبارك الله على المغاربه فين ما مشاو مسجلين الحضور ديالهم والله العظيم فين ما مشى تبارك الله على المغربيات ديالنا والله الا هذا الشيء اللي كيفرح وتبارك الله على لالا شوميشة قال لي هذاك الطيب مزيان كنقول له يعطيك الصحه والله لالا شوميشة شوميشة يعني هي شوميشة عندنا في المغرب كيتضرب بها الماس غنيه عن التعريف غنيه عن التعريف تحيه ليها مازن من براله ومرحبا بنا عندها مرحبا بنا عندها الله يحفظك بارك الله فيك لاله اه ها انا شوف انا شبعت ما قلتيش لنا شبعتي جيب لي اخويا غير يجي يجي قول لي جيب اخويا الله يحفظك اخويا والله العظيم انا غير ملي جيت قيت المغاربه ديالنا هنايا في وسط دبي ومسجلي ملي جيت قيت المغاربه هنايا ومسجلي الحضور ديالهم هنا بمدينه دبي صافي شبعت الله يحفظك انا اجيبك اتاي الصيف دابا هو الاولاني يكون عندك كديروا براد كبير ديال العائله هو عندنا الحجم تقريبا كلهم قد قد مي نقدر نجيب لكم جوج يلاه يقدوكم صافي جيب لنا جوج سكر لا شيء سكر يكون مرحبا شويه السكر صافي ولاد الاغنيه غيضربنا وهذا سعد المجرد سعد المجرد تحيه ليه وتا هو يحيدنا الكوبي رايت وسعد المجرد سعد المجرد قالك تحيه ليه دابا سعد المجرد هو اللي دوي عنده ما يقول زوينه الاغنيه عجبتك قالك عنده ما يقول انا كلشي مغربي دابا انت الاخرين تلقي لهم اغاني مغربيه تبارك الله على خويا انا ارتحينا انا ارتحينا بالله تبارك الله عليك راك دار الله العظيم المزهر مع الويش وايبس مزهر اييه مع شويه ديال الويش وايبس حاجه غتشدي غتخليها خليها بحال هكا وكتولي بحال هكا هادي هي الوالده هادي هي مولده تمغادي ولات عصريه واش غندير هادي دابا هادي غتجي تحلاتها تولي على ورقه وتمسحي بها شمي شمي الريحه اللي فيها راه المزهر شكرا شكرا ما الله يحفظك خويا العزيز غير لي اخويا شكرا شكرا توش الله يحفظك اخويا العزيز مرحبا بكم ترحب بك الجنه تبارك الله على مشاهدينا الكرام تبارك الله عليكم ايوا الوالد المهم هي اننا عشنا اجواء زعما عشنا واحد الاجواء رائعه مشاهدينا الكرام الحمد لله يا رب امين يا رب يجيبهم على خير ايوا تابعوا معنا مشاهدينا الكرام ان شاء الله تشاو ان شاء الله من يجيو يصوروا اتاي بارطاجي معكم نقول لكم داكشي كي جا داكشي ديال المغاربه وصافي دار ولا جزار عندكم شي اورا كلها وخير وفضل اخوتي العزيز هي زعما الاجواء هاد اللي كنعيشوا هاد الفرحه كنبارطاجيها مع المتابعين الكرام لان صراحه يعني كتبقى ذكريات زوينه كان فلوغ دخل تفلوغي شنو قلتي لي توحشتي والله الا توحشت لوبيا بالحاره المشاهدين لوبيا بالحار اصلا بالليل البصاره العدل كنت في داري ضروري كنديرها مره في السيمانه يعني كنديرو كل مره في السيمانه اشوفوا مشاهدينا الكرام على اجواء في كاينه ديالك توحشت اللوبيا بالحار عاد الا لوبيا بالحار ولا البصاره انا عجبك اللوبيا بالحار وي انت شفت وحشتي تاكل اودي هذا طلعت بسطيله قلت له جيب لي بسطيله انا والله واحد البره ديال اتاي صيف قلت لي الوالده الوالده طلبت بسطيله بالدجاج طلبت بسطيله بالدجاج بسطيله بالدجاج حنا كنا طلبنا بسطيله بالدجاج حنا بربعه بينا قال كاين البرقوق الطيب البرقوق ديال الدجاج كاين ديال اللحم كاين الكتف المفور لا كون بدلنا حنا قلتها لهم قالت لا قلتها لها
وينو في تعاوتاني طلبنا بسطيلة عاوتاني ايوه صراحة مساعدة للحمس لا مزيان حيت الحمس بعنا من الحم البرقوق راح نوضي الفوضى مشاهدينا الكرام في الطبلة هذه وحق الله واسمحي لنا شوميشة وحنا عجبناها اسمحي لنا شوميشة الحجة تحية ليك الحجة تحية ليك من هذا البلد والله العظيم بالله راك كنت كتفرج فيك بنتي ملي كنتي صغيرة كاع كتدي داك الشيء المطعم تتعجبيني بداك الشيء كنت تستاهل والله إلا كنتفرج فيها بالله تستاهل وصلنا وصلنا في الدار اللي طيبتي عاد تقول لها واش وليتي شوميشة اللي طيبنا كتقول واش طيبتي ديري شي طياب ديال شوميشة تحياتي تبارك الله عليك تبارك الله على نادية ايوا المشاهدين كنديروا دورة هنايا تبشنا المغرب دورة شرفية تحية للناس الغرباء والله إلا حنا غير هاد الأيامات هادي بصراحة وتوحشنا شوفي الكوزينة ما شاء الله الحداقة الحداقة المغربية شكرا خويا شكرا تحياتي الله يعطيك تبارك الله عليكم بارك الله تبارك الله عليكم كترحب زعما ما عندي ما نقول والله العظيم شي رائع 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 كاينه عائلتنا صح كي جاك صح هادشي غزال وزوين وكلشي منظم كلشي على حقوق الطرف والنقاء يا سلام خلاص هادشي لا يعلى على لاله شويشه تحيه ليها من هذا الدور هذا والله العظيم يعني كنا كنتفرجوا فيها منين كنا صغارين وحنايا معاها وحنا كنتفرجوا والله تعلمنا منها الكثير تبارك الله عليك خويا العزيز هادشي كيشهي يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الله عليك اللوبيا كاينه لا ما كاينش بغاو اللوبيا وبغاو البيصاره قال لي شنو الوالد كيف واش هادي المغربي قال خد مغربي انت الحريك انت مغربي ديال الشعير انت خدم ها انتم المشاهدين الصليدات بنجال هذا بنجال زيد زيد افتح قول لي راه ما ديال بنجال هذه بطاطا بطاطا شرمله هذه فلفله كتوكه هذه هذه الباربه باربه هذه هذا خزو هذا خزو نفسها نفسها مغربيه غادي جوج تبارك الله الوالده الله يبارك فيك اولدي لا يخطيك انا اتلفنا ها والله يا ولدي لا تلفنا هادشي هادي ما شاء الله يا ربي اعطي داك البراد للواليد الواليد راه ما كرهش يعمر حتى راسو جيبوا له يبرد القضيب ما كرهش تجيبوا له الصينيه والبراد وتجيبوا له واحد القضيه لا لا حتى حتى الواليد حتى اللي غادي حتى الواليد ياسر غادي تضغطوا له عاوتاني مور والله الا تخف الله اسمحوا لي مشاهدينا الكرام تبارك الله عليك تبارك الله عليك الحريره المغربيه مشاهدينا الكرام لا سوب تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم الله يحفظكم انا الوالده انا ودي شكرا الله يرحب بك الخير ودي الله يرضى عليك شكرا حريرة صباح الخير الله يعطيك الخير اخويا صحة والراحة الله يرضى عليك الله يرضى الصحة والراحة الصحة والراحة تبارك الله على الجزائرية ديالنا مرحبا بك نسلمك مرحبا بك في المطعم المغربي ديالنا ناكلو في الحريرة تبارك الله عليكم والله الا نهار كبير هذا نهار كبير هذا المشاهدين اللي جاتي ها انتم كتشوفوها باكيه والتسمار حنا في المغرب ديالنا باكيه المغربيه المجهول المجهول ها
ها انت وليد الديان. سلام. سلام يا سلام على الله يحفظك خويا. الله يحفظك خويا العزيز، شكرا. الله ينورك. صراحه مشاهدينا الكرام والله الا تسدات لي الشهيه والله العظيم بالله. والله العظيم هاد اللمه وشوفوا يعني الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا رب. يلا طيب رزتو، يلا طيب رزتو بالخرب رزتو، يلا سير على الله. كاين جبنا هنا كاين تيسك وزاد كملها الوليد بهذه اللبسه المغربيه، طربوشو وجلابه، ما كاينش اللي لابسه هنا من غير باق الدور. حتى المذاق يونس زعما صراحه ديال ديال هذاك الشيء بحال عرفتي راك في البلاد، بحال راك في البلاد والله القسم. كاين فرق ما بين الخضره ديال الامارات والخضره ديال فرنسا. فرنسا شويه نقص. قالت لي كاس سكر. لا ابيض؟ كلوش هذا السكر كما هذا. يا رنا الوالد شي كاس داتاي؟ واخا انا قالك مقبل رنا شي كاس داتاي؟ انا قالك مقبل السكر جايبها ليا طريف الشباكية نادية؟ شوف عطيه عطيه خويا. الله يعطيك الخير. زيدي وحدة. لا لا سكر. سكر. علاش هذاك تبارك الله. لا 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 حدا وباق الدور. بارك فيك اولدي. الحاج المكتب ديالك واش تيقول لك دابا؟ الله يحفظك. الحريره مشاهدينا الكرام لا يعلى عليها. دواء المشاهدين. الله يرى في دبي. تبارك الله عليك اخويا. اي 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 مشاهدينا الكرام شوفوا الشيوات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. تبارك الله على الوالد. الوالد داوى المتابعين تاع الشام معاهم. يديه لالي يديه لالي. ها؟ ديالها بسطيلات هادو. عندي هادي فيها سلمون سبينش وهادي ديال الدجاج وتاتا ديال السيفو. شكرا خويا شكرا. ما درت طبخ لا لا الدمينا راه هادي لا بغيت نقول لك. يلا الجزائرية دوق البسطيلة ورد علينا. الوالدة؟ جيتي. من هما هادوك الوالدة؟ من مكناس، هما ساكنين في هولندا، وحدة في بلجيكا وحدة في هولندا. ياك. نقول لهم مرحبا بهم عندنا. عندها البلاد الحاج قدور. ياك. ها؟ ايوا يقول لها البلاد الحاج قدور قالك باش دير بحالنا بعدا برا. ياك ايوا بصحتها وراحتها. الله يعطيك الصحة يا ولدي. الله يحفظكم. ها؟ توحشنا فريج. كي دايرة بسطيلة الجزائرية؟ هايلة. رائعة. 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 مرحبا على راسك. هذا شفناه قبيله شنو هو؟ طاجين بالبرقوق مشاهدي، طاجين بالبرقوق، هادشي كيشهي يا خويا هادشي. هذا طاجين دجاج بحال شحال؟ هذا الدجاج مدغمر. هذا صورة عادية. هذا الدجاج بالدغميرة مشاهدينا الكرام. بالعرض. الدجاج البلدي. ها؟ الدجاج البلدي هذا. الدجاج البلدي. وقفي وقفي باش تدينا. لا ديالك تبقى غير ساكته. والله العظيم. انا غناكل. بالفرشيطه بلاش. وقفي باش تدينا مزيان. ستة. عطينا رايك في الاكله اخويا. اخويا داك الشيء راه روعه. شي معتبر. انت ما صورتيش يونس بالدجاج بالزبيب. لا صورته صورته. داك الشيء روعه. صورته وصورت هذا طاجين طاجين ديال البرقوق. يا سلام يا سلام يا سلام هذا الشيء رائع.
هادشي كيشهي مشاهدينا الكرام. الله يعطيك الصحة طايب لحقوا طريقو. الوليد هادوك شويه جديد. ايه يا ودي الطريعه اللي غطوك الوليد وتقول لنا كيدير داكشي. ويلي صورنا يونس باش ما حد حد كل شيء هو هذاك داكشي رائع. بارك الله فيك الله يطول عمرك. مرحبا بكم ونورتونا قبل المنصور. الله يحفظك اخويا العزيز الله يخطيك. شكرا شكرا تحياتي. الله يحفظك اخويا العزيز. مشاهدينا الكرام الماكله كلها تتشهي. البسطيلات الدجاج واعره، البسطيلات الحوت مازال ما وصلتهاش حتى هي ضروري غندوق منها. اللحم ما نقول لكمش طياب، البنه كل شيء كاين والله العظيم. طاجين البرقوق ها الشهادات الجزائريه بلا ما نحتاج نهضر، هي عطاتكم هايل. ايوه هايل. ادوز من الطبقه كامل ندوز وما انا جاي الوالد. انا جاي دقتي من كل شيء الوالد ولا هادشي دقت منه؟ كل شيء دقتي منه. مازال شي حاجه واقيله طاجين البرقوق مازال ما دقتيش منه. لا طاجين البرقوق طاجين البرقوق مازال ما دقتيش منه. الطياره توصل لي الطياره بيدري بيدري الوالد تو قربوا لك. والله العظيم مشاهدينا الكرام الى تبارك الله على شوميشه وتبارك الله على كاع الدراري والبنات اللي خدامين هنا عندنا في هذا المطعم. المعامله طيبه والله العظيم فرحوا بنا بساكن. تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم مشاهدينا الكرام. واللي جا لهنايا لدبي يجي يزور هذا المطعم هذا ديال شوميشه. اللي جا لدبي وما زارش المطعم ديال شوميشه بحال راه ما دار والو. الوليد دوق دوق الطاجين. لا ضروري دوق الطاجين. الا ما دقتيش الطاجين الوالد شي ما درتيه. دير هنا دير هنا حطها فوق الطرسين اللي جابوها تما قدام. لا غادي تما بحال 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 تاكلوا معنا. يلا دوق الوليد ورد علينا الاخبار. الوليده كي جاتك الماكله؟ غزاله يا ولدي ما شاء الله عليك. داك الشيء معتبر ما شاء الله. داك الشيء معتبر لا شلاط لا شلايط لا كل شيء غزال. صحتكم وراحتكم. الله تحياتي لك شوميشه من هذا المنبر هذا. صحتكم وراحتكم الوالده. صحتكم وراحتكم. صحتك وراحتك الوالده. صحتك وراحتك الوالد. صحة والراحة نادية. صحة والراحة السي عبد الفتاح. صحة والراحة السي يونس. أنا مشاهدي فين ما مشيت أنا كنخدم معاهم مصور. واش غندير هذا هو تهدي ها؟ والله العظيم الوالد الا تحلات لي الشهيه. بعد بلاد حمات تدخل بحال لا منفق. الله يخرب عليهم ويقوي عليهم خير. الله يكثر خير الحاجه. الله يخرب عليها مسكينه ويكلها. والله العظيم مشاهدينا الكرام الا هي مسكينه اللي عارضه علينا هنايا لهذا المطعم تشوميش. والله العظيم ما غير جبدنا غير الهضره. كنا كنتغداو ولا شنو قلت لهم اودي راه كاينه جبدنا الهضره على شوميشه وقلنا لها راه واحد المغربيه معروفه هنا معروفه عندنا في المغرب راه دايره في مطعم في في, في دبي. وقالت لنا المهم تفاجاتنا والله الا تا ريزيرفا وتا قالت لنا بنتها هاد الليله هذه العشاء في المطعم ديال شوميشه. الله يتجابونا اقسم بالله. شكرا شكرا كنشكروا والله العظيم الا زعما اش نقول لكم راه واخا يجيو لهدنا راه صعيب باش نردوا لهم هذا الشيء هذا اللي داروا معنا. خليتو يسقط تفرجوا بينا حنا فيهم ها؟ هاد اللقطات زعما لقطات يبقاو تفرجوا فيهم حنا كعائله تفكروا. علاش نحطوهم اخويا حتى للمشاهدين؟ مشاهدين والله المشاهدين والله الا كنموتوا في الضحك. كاينه شي امور مشاهدينا الكرام كيبغيونا بالقلب.
ايوه الله يدوم الله يدوم في العالم. امين يا ربي امين امين. شنو داروا تما في داك الصاك؟ خبز مغربي. ها؟ قلت له ديروا لنا شويه الخبز المغربي. الوليد الخبز المغربي ما تيلقاش. الخير موجود. الله. دابا الوليد كانت عند حاجه على كل شكل، العسل، الزبده. غير الخبز اللي ما كاينش. والبيض البلدي كي داير هذا البيض البلدي كي تغيرات. غير دفقه تبارك الله. الخبز اللي ما كاينش. هما ما كياكلوش الخبز الوالد غير الرز. خويا خدمه خدام في تغيرات كان حنا ولفناه. بقى تيغلط. شحال مازلنا دابا الوليد غيمشيو بحالنا؟ الى تنهار 15 ولا 14 ربما صحيح شي سيمانه تقريبا ولا 10 ايام مازال انا مشاهدينا الكرام. القهوه جايب لي قهوه. شكرا خويا شكرا الله يحفظك. شكرا بقدر غادي يدير الريجيم. ها ايوا خلي الله غادي يدير الريجيم. اش من الريجيم ايوا الريجيم جا هو درت الريجيم اليوم اللي عند حاجه غادي الريجيم. شكرا خويا الله يعطيكم الصحه. كون هاد البيحه هي بلاصه في المغرب. كون هاد البيحه ها انجليزي انجليش. اوه هذا ماشي مغربي. لا ماشي مغربي هذا انجليش. فيليبين 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 برافو فيليبين هذا الوالد خدام هنا. هادشي مسكين ضرب خبز اي واحد يجي ديال الحلوه المغربيه. الله يحفظك خويا العزيز الله يحفظك خويا العزيز. شكرا سيرفيسك على خير اولادي. الله يرضي عليك. الله يكبر بيك. نعم شتك غير كتعيط دورتي التليفون للعائله كامله. وا فاطمه وا شوفي فين راهنا وا ايوب وا شوف فين راهنا. شكون اللي مازال ما عيطتي له شكون؟ عزيزه علينا فاطمه. وا فاطمه راه مدوزك في الكاميرا. فاطمه بديتي كتبع شنو شفت راه مدوز كيونس في الفيديو. الوالد قال لك مازال كاين غنجيبوا لك نجيبوا لك الكاطو. اه ولدي انا قال لك ما تمشيش غير ما كليتيش. انا ما قديتش نزيد انا كاع. وي ويلا خويا شكرا على فاطمه. ولا سمعوا المشاهدين ناديه كت معيطة لفاطمة كتعاودها. شوف والله وشوف المشاهدين والله العظيم هاد النادية هادي ما خاطرش مع خوتي الفرحة. ما يمكنش نديرو شي حاجة وما تعيطش الخوات. الله يحفظك يا فاطمة. الله يعطيك الخير. الله يحفظك خويا العزيز. الاتاي ديالكم من شي دقيقه يكون واجد. الله يحفظك خويا العزيز. شكرا شكرا. فطيره بالحليب فاطمه. تكلم تكلم بلا نعناع. الله يحفظك خويا العزيز. وليد مرحبا بك. الله يبقى ودي. والله ودي هذه طبريعه. واش من طبريعه هذه؟ هذه بسطيله بالحليب. بالحليب. وري الفاطمه. دابا نوريو المشاهدين عاد نوريو البنات. يا شوفي شاي ويا شوفي شاي. المشاهدين من بعد ما تعشينا وجمعوا الطبله حطوا لنا هذا الطبق هذا قال لك البسطيله بالحليب. وشكيله. القطعه الاشكال القطعه الاشكال اكعب غزال. غريبه. كلشي غلوز كلشي غلوز. المشاهدين عندهم هذا الشيء كلشي غلوز رائع وفي المستوى الصراحه ما شاء الله. الناس اللي خدامين هنايا لا من ناحيه ديال الطياب لا ناحيه ديال المكان يعني دايره في واحد البلاصه اللي هو قبل مع برج خليفه. داك الشيء ما نقولكمش يا سلام المشاهدين. حنا كنعيشوا واحد الاجواء اللي هي رائعه واحد الايام اللي ما عمرهم غادي يتنساو لنا غيبقاو لنا في الذاكره. الله يرضي عليك. لا نبدا بالله عليك. كبه مغربيه. شنو الوالد تايب رزتو؟ الله العظيم. الوالد انت مين خوت مكناس؟ كازا كازا. الوالد كالي ولاد زياد. ولاد زياد تاعنا ولاد زياد. الوالد تايب رزتو؟ تاعي اليوم هنا مرحبا. هذا وليداتي هو ولاد زياد معنا مسكين الدار البيضاء.
العائله ديالو التحيه ليها كامله موليزيه بلاديه كازا واخرى اربع بلاد هذيك كنا بلاد كازا سباجه سباجه بلاد زينه بلاد زينه الحمد لله الحمد لله بالمقام الله يعطيك الخير شكرا يا ودي الله يرضي عليك الله يكون من داخل يا باي صافي الله يعطيك الخير ودي لكم شكرا حتى عمرك ما شتي هذه عليك شنو هي فطيله بحليب يلا بحليب والله الا نروح لها روح لها روح يلا دوق الوالد الوالد معروف منين يبدا والله ودي معك الذهب لله سير الوالد سير غير شويه عليك ها ترى كلشي مقبول من عندك الوالد سير الله يلا سير الوالد الوالد غيستعمل الفرشيطه والبوسي يلا يلا با قدرت تقدم لا الوالد صافي خرجتي على الوالد هذه القطعه ديالها هي الشواره هي اللي تقطع ولا فلا صافي والله الا راه ما قلت لك كلها بفرشيطه برافو عليك راه غادي جبتيها هي هذيك الوالد وهذه راه هي السيجنيشر ديالنا الاصاله جوهره مغربيه مغربيه معروفه تبارك الله الزهار وبالحليب وبالتمر وباللوز داكشي ما شاء الله الله يعطيكم انتم الله يعطيكم الصحه خويا على الاستقبال ما شاء الله دراري الله يكثر البركه سيف الدين سيف الدين شرفتونا وغادي نكونوا بارك الله الله يعطيك خويا سيف الدين تحياتي لك اخويا وتحياتي كاع الدراري خدامين هنا الله يعمر راسها يعني يا خوتي العزاز التعامل المعامله شنو كيدير لك الشيء الوليد والله العظيم داكشي راهو انا دي هي 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 الله يحفظك وشكرا على حسن الضيافه بارك الله فيك اخويا الله يخطيك راه حنا مازالين هنا مازال نقدر نعاودو نرجعو عندكم رجعو عندنا في الفطور راه كيكون داكشي لا غادي نجيو حتى في الفطور نجيو ان شاء الله الله يحفظك اخويا العزيز شكرا الوالد والوالد الله يحفظك اخويا بارك الله فيك لا يطول عمرك كنت منظر ها كنت منظر طلع الوالد يا ها غادي يركبوا من هنا ولا من هنا اركبوا من لا الوالد غير تبارك الله علينا ديا تحية للمشاهدين وشكرا لكم وحنا فرحانين وفيما مشينا كنديوكم معنا يلا بزاف بزاف حتى عطيت تحية للمشاهدين تحية تما يتبعوا معنا ضروري يلا باي باي.